حاضر، كويس، برافو عليك. تمام، قلنا ستيت اوف مطر. انا عندي المطر كام حاجه؟ هي يا اما تكون ايه، سوليد، سوليد او ليكويد او جاز؟ في سوليد او جاز، اه ادي قدامها اهي، دي سوليد ليكويد دي ليكويد، جاز، دي جاز. ادي الستيت اوف مطر. اي ماده امسكها كده، يا سوليد يا ليكويد، واحنا الكلام ده عارفينه، ركزوا، درس بسيط وسهل. تعال ما تيجي نعمل كومباريزون، مقارنه. الشيب، الكلام ده على فكره كله اخذناه في الحصص اللي فاتت. شيب الشكل، السوليد ماله، ديفينيت ولا ان ديفينيت؟ definite يعني doesn't change they are hard. بصوا كده تحت، ابل دي شكلها بيتغير، لا البنسلز او لا البين بيتغير، لا لا الباك بلاك بورد مالها، ديفينيت ثابته، doesn't change they are hard ثابته. امال الليكويد ماله، don't have definite shape. هل شيب. الميه او الليكويد له definite shape؟ لو انت معاك جوز عصير حطيته في كوبايه يبقى شكل الايه؟ الكوبايه. حطيته في الطبق يبقى شكل الايه؟ الطبق. يبقى don't have definite shape ولكنه take the shape of container، بياخد شكل الكونتينر. ده definite، ده don't have definite shape. أمال الجاز don't have definite shape برضه إيه؟ take the shape of container. يعني الليكويد والجاز زي بعض، don't have definite shape، ما لهمش شكل ثابت. أمال السوليد ها definite. طب الفوليوم فاكرين ها؟ هو ده البوك ده بيتغير حجمه، الفوليوم definite لا ما يتغير. doesn't change doesn't change. الليكويد definite doesn't change الفوليوم، بتكلم على الفوليوم الحجم. الجاز بقى don't have definite volume take the volume of container، ملوش شكل ايه، don't have volume، ملوش volume. بياخد البالونة ننفخها صغير الهواء فيها، ننفخها أكبر تكبر، يبقى don't have، يبقى دوت definite volume، definite volume دوت ايه undefinite، definite definite undefinite. عايزين مثال ها، ايس، قولوا معايا يلا روها، ايس ايس وود وود اند كول اند ايرون. ايرون هنا بقى ايرون ووتر ايرون كول ووتر ميلك ووتر اند اويل، اند اند اويل وده الاكسجين، ووتر اوكسجين فيبر ووتر اند فيبر كاربون ووتر دايوكسيد. دايوكسيد اتفهمت؟ اند كاربون طيب دايوكسيد. ملحوظات كده وناخد تمارين. بقول لي matter can be changed from state to another by cooling or heating. لو عايز، لو عندك الايس وعايزه يبقى ليكويد تعمل ايه؟ heating ولا cooling؟ ايس، ايس التلج، عايزه كولينج ليكويد هيتينج يبقى هيتينج هيتنج، برافو. يبقى طب الووتر عايزه يبقى ايس تعمل ايه؟ كولينج. كولينج كولينج تمام. يبقى matter can be changed from state to another by cooling or heating. ايه كمان؟ the mass amount and the number of particles don't change. الماس don't change، الماس don't ايه؟ change. يعني لو عندي حته ثلج وزنتها طلعت 1 كيلو، لما تتحول لليكويد برضه حوزتها تطلع 1 كيلو، الماس مالها؟ ها don't change. water exist in three state، مش الميه لها ثلاث حالات، الايس اللي هي ايه؟ solid. قولوا معايا، الووتر ليكويد ليكويد، والووتر فيبر يعتبر ايه؟ جاز. جاز. يبقى الميه ممكن تبقى solid وليكويد وجاز. طب ما تيجي، when you leave a piece of chocolate in sun، معاك قطعة شوكولاتة حطيتها في الشمس، or a cube of ice، معاك قطعة شوكولاتة أو مكعب من التلج، in a hot place، حطيته في مكان سخن، ماله؟ زي ويل إيه بقى؟ ملت، ملت، ملت يعني إيه؟ ينصهر، إذا يذوب، ينصهر.
and change from solid state to liquid state. حد فاهمها ولا صعبة؟ لا مش سهلة يا مستر. When you have a piece of chocolate in the sun or a cube of ice in a hot place, they will melt and change from solid state to liquid state. تعال نحل بقى التمارين مع بعض. في تمارين كتير، الدرس كله تمارين النهارده. يلا نبدأ من عند مين؟ مازن. هبدأ بمازن من النهارده. عند آدم، من عند آدم. أنا عايز مازن النهارده، وبعدين آدم عشان جديد معانا النهارده. يلا يا مازن. during during the change of the state of matter, the mountain of the amount matter. of the matter، بقول لك أثناء تحول المادة، ال amount of matter اللي هي الماس، هل increase ولا decrease ولا stay the same؟ لسه قايلينها فوق. Stay the same. ها؟ Stay the same. اسأل. بصوا، the mass amount مالها don't change، بقى بقى stay the same. يلا الثاني يا آدم. When a liquid matter is changed to a gas to the total number of its parts. لما الليكويد تتحول لجاز، التوتال نمبر اوف بارتكلز doesn't change ولا decrease ولا increase؟ ها، السؤال عايز تفكير شوية. عندي ليكويد، عندي ايه؟ ها، ليكويد، ليكويد اهو، هنا سائل، حولناه الى ايه بقى؟ جاز، بخرناه وطلع جاز. التوتال نمبر اوف بارتكلز doesn't change ولا decrease decrease ولا increase؟ decrease 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 النمبر اوف بارتكلز It decrease. Does الايه؟ not change. لا Does doesn't not change. change. انتوا عارفين ايه اللي هيتغير؟ لما يبقى عندي ووتر، القوة التجاذب بينهم قريبين، اما يبقى في بارتكلز، لما اعمله جاز هي هي البارتكلز بس هيبعدوا عن بعض، يبقى دي doesn't change. doesn't ايه؟ change. هو بيتكلم على النمبر اوف بارتكل doesn't change، اما المسافات بينهم هي اللي تشينج. يلا يا براء. The ice cube are لا solid كيوبز، ده ايس كيوب، مكعب التلج. because they are solid are hard. هل هارد ولا دونت هاف ديفينيت فوليوم؟ لانه ايه بقى؟ ار هارد. برافو. نشوف كده مع بعض ثلاث اسئله هم. What suitable word from those مديني ليكويد Solid وجاز liquid وسوليد. gas. رقم واحد نحط Solid تحتها ايه؟ liquid. نمبر 1 Solid. سوليد. Solid. سوليد. برافو. نمبر 2 Liquid gas. ليكويد، ونمبر 3 سهل طبعا. Gas. تمام، طب خليكم معايا. ميلتنج، ايه بقى الميلتنج دي؟ It is a process، احنا قلناه، which matter is changed from solid to liquid، لما المادة تتحول من solid لليquid تبقى ايه دي؟ ها، ميلتنج. When its temperature increase by heating، يعني ما يبقى temperature increase by heating it change from solid to a liquid، دي اسمها melting. We use thermal energy، خلي بالنا كلمة thermal energy هي هي heat energy. In cooking food and warming homes، هو احنا بنستخدم الانرجي في ايه؟ الهيت انرجي. Cooking and warming homes، warming homes اللي هو تدفئة المنازل. ايه كمان؟ any matter، اللي بالك الجملة دي، any matter consists of very small particles، small particles قطع صغيرة، these particles are always in motion, vibrate and spin around، البارتكل دي دايما عمالة تتحرك او vibrate تهتز. مين الأسرع، الجاز ولا الليكويد ولا السوليد؟ الموشن، الجاز الجاز. طب مين الفايبريت؟
الليكويد السوليد، السوليد فايبريت ما بتقدرش تتحرك، عملها تهتز. قالوا كده بقى نوتس ملحوظات وناخد تمارين. When particles are cooled down، cooled down لما البارتيكلز بن ايه براتها are move slow، شوف slower and come close together. ركزوا معايا بس بص فهمني، لو عندي بارتيكلز طردناها هي بقى تتحرك، كانت سريعه بتتحرك بسرعه، لا هتمشي ايه بقى slower، وبعدين كانت مسافات بينها لا هتقرب من بعض. Move slower and they come close together. وإيه كمان؟ When particles are warmed، لو سخناها they move faster and spread out، بتبقى أسرع وتبعد عن بعضها. لما تحط المية على النار وتسخنها إيه اللي بيطلع؟ Water vapor، بيبقى سريع ولا بطيء؟ ها؟ بيكون إيه؟ سريع faster. سبريد فاست اوت، سريع وتلاقي الدخانه بعيد تبدا تبقى خلاص وضحت. واحد لايت انرجي از لايك ثيرمال انرجي، الطاقه الضوئيه زي الثيرمال الحراريه. وين بارتكلز اوف ماتر ابسورب زم بارتكلز موف فايبريت اند سباين فاستر، برضه اللايت زي الثيرمال بيخلي البارتكلز موف وفايبريت. تعالوا بقى نحل مع بعض، الدور واقف عند مين؟ عبد وراء. الرحمن ما جاوبش صح؟ ايوه يلا يا عبد الرحمن ترو فول. ها؟ تروفل ولا اللي فوق؟ ما ايوه ما هو ترو فول صحيح، صح وغلط. يلا سيرمال سيرمال انرجي اذا متر فولتس. فولس لانها مش مطر، ده دي ثيرمال انرجي طاقه. يلا مين اللي عليه الدور دلوقتي؟ مستر ادم محمد محمد قول يا محمد. ها بارتكلز بارتيكلز اللي دار نوت موفينج فولت. ها السوليد، هل البارتكل موفينج ولا نوت موفينج؟ فولت لا هي ترو نوت موفينج، يعني لو عندك كده صندوق او قلم او علبه هل بيتحرك؟ البارتكلز اللي جوه هي فايبريت. السوليد نوت موفينج، السوليد نوت ايه موفينج. موف ادم يلا when particles are warmed كان they شوف move slower and البارتكل come وورم زي موف سلوور اند كام كلوزر. بص وورم انا لسه قايلينها، لما تبقى وورم يبقى فاستر اند سبريد اوت، ولما غلط تبقى كول يبقى الجمله دي فولس ولا ترو؟ فولس فولس. يلا تبقى مستوى مازن، نظري. مازن when particles ايوه absorb ابسورب، ابسورب يمتص. thermal energy they move faster and spread آه لما البارتكلز بتمتص بتكتسب حرارة، هل بتتحرك أسرع وسبريد تنتشر؟ ها؟ لا ترو يا جماعة، مالكوا في إيه؟ ما إحنا قلنا وورم يبقى موف فاستر أند سبريد. أنا مكتر براء يا الأسئلة. مستر انا عندي سؤال ها؟ مستر براء نعم. براء صلي اللي جاي براء طيب براء، بس أنتوا فاهمين الأسئلة دلوقتي ولا لأ؟ فاهمين يلا يا براء أول جملة. سهلة يا مستر آيس إز ازاي إيه؟ صليت سوليد، برافو عليك. يلا يا عبد أمين، عبد الرحمن. آدم قول يا آدم. أنا مستر سؤال melting change of matter from خلي بالنا الميلتنج بيحرك المادة منين لإيه؟ من solid أيوه سوليد تو إيه؟ liquid. ليكويد، برافو عليك. قول يا عبد أنا عارف الرحمن، أنا مستر عبد الرحمن يلا. water vapor is the solid state of water. ها False. فولس. Yes. يلا يا مازن، محمد أكبر محمد. محمد ماشي يا محمد، محمد يلا يلا. When وين ووتر
ايه دي تشينجد فروم ليكويد ستيت تو سوليد ستيت ترو. ترو. ازاي بقى ترو؟ لما الميه تذوب بتتحول من ليكويد لسوليد. فولس. فولس طبعا. ازاي بقى يعني ازاي ووتر تام؟ لو قال لك كول، لو قال كول كنا نقول له ايه؟ كده اسئله كده كمان، ما احنا قلنا الدرس كله سهل، هو الكلمتين دول، وهناخد الدرس الثاني كله اسئله برضه. يلا تشوز مين بقى اللي عليه الدور دلوقتي؟ عبد الرحمن. انا عايز عبد الرحمن. يلا يا عبد الرحمن. براء خلاص قول عادي. خلاص عبد الرحمن، وبعدين ناخد البراء، ما فيش في اسئله كتيره. يلا يا عبد الرحمن. I stainless in water by freezing. قال لا، هو الايس بيتحول لميه باي ايه؟ ازاي بقى؟ باي freezing. فريزنج. ازاي سنة. الايس حوله الوتر؟ باي ايه؟ freezing. باي هيتنج، heating. heating. نسخن الايس يتحول لوتر. يلا يا براء. Which of the following matter takes the shape and the volume of container? مين اللي بياخد شكل الكونتينر والحجم؟ الووتر ولا جوس ولا الايس ولا ووتر فيبر؟ الايس. شكل الايس. والحجم. ها الشكل. بقول لك، بص، ايس. تيك شيب اند فوليوم. ايس. ازاي بقى الايس؟ في واحدة من دول ووتر فيبر. بتاخد ووتر فيبر. شيب اند فوليوم اوف كونتينر، شبه شكله حجمه. ووتر ووتر فيبر. فيبر، الغاز، الغاز. يا جماعة انا معلش، مختار أصل الدرس إحنا لسه واخدين دلوقتي. الغاز قول قول تيك، لحظة لحظة، تيك شيب أند فوليوم أوف كونتينر. مين اللي عليه الدور؟ ثلاثة. قول. انا آدم مختار. مصر. انا آدم. انا آدم. محمد. آدم. محمد. طب خلاص، في أسئلة كتير، اصبر. قول يا آدم. All the following happened to the particles of oil when it is cooled cool except. except that they. بقول لي كل ده بيحصل لو الاويل بردناه، ما عدا، هل هو موف سلور لو بردناه، هل موف فاستر، ولا فايبريتلس، ولا كام كلوز توجذر؟ يعني ايه مثلا فابريكلز؟ يعني فايبريتلس يعني يهتز قليل. بقول لي كل ده بيحدث للبارتكلز اوف اويل، لو عندي اويل زيت بردناه مو كله فاست. بيحصل ما عدا ايه اللي ما بيحصلش؟ ها، نمبر بي. نمبر بي. نمبر بي، موف فاستر. اول ما يقول لك كول يبقى موف ما بقول لك اكسبت ما عدا. انا لما اعمل له عمليه تبريد هل هو يتحرك موف فاستر؟ لا لا، هيتحرك موف سلور وفايبريت لس ويهتز قليل، وكام كلوزر يقرب من بعض. لو جبت كده الاويل وعملت له كول بيتحرك ببطء وفايبريت لس وكام كلوز توجذر، يبقى الاجابه اللي هي اكسبت ما عدا موف ايه؟ فاستر. أنا مستر محمد. قول يا محمد. The mass of an amount of apple juice will change if we mix it with water. آه افهم. الماس اوف اماونت اوف ابل جوس، عندي عصير تفاح، سيتغير if we mix it with water. False. ها، الماس False. اماونت اوف ايج ويل تشينج. اه يب لا استنى بقى، عندي ابل جوس هيتغير الماس بتاعته if we mix it with water. ايوه، لأن الووتر لها ماس يختلف عن الووتر بتاع الجوس، يبقى الجملة دي إيه بقى؟ ها؟ True. Will it change؟ أيوه ترو. يلا يا مين؟ مازن. مازن Particle بارتيكل. of solid matter spread out from each other هو بص to this. السوليد هل بيبعدوا عن بعض؟
بول. سبريد ينتشر، لا السوليد هارد، يبقى دي ايه؟ فولز. امال مين يا لو قال مستر لي انا كده؟ كنت الصح ايه بقى؟ لو كان قال لي جاز هي السبريد اوت. فهمناها؟ اسئله كمان اهي، يلا. انا مستر براء. قول يا براء. When the ice, when the ice melting in the true from. بقول لك لما الايس ميلت اترن فروم ستيت تو سوليد، ايه فروم ايه لايه؟ من solid لليكويد B. سوليد تو ليكويد. يلا يا محمد اخوك، يلا محمد. ها When an ice kept in a cold temperature. لما التلج نحطه في حاجه بارده ات ايه بقى؟ تن انتو ووتر ولا تن انتو ستيم ولا ريماين؟ ريماين يعني يبقى زي ما هو، ولا بيكم ان كلير؟ ها Remain as it is. ريماين. التلج حطيناه جوه تلاجة، ايه اللي يجرى؟ هيفضل زي ما هو تلج. يلا يا ادم، ادم ادم أنا مستر. بقول ادم وانت بعده يا عبد الرحمن، يلا ادم. معلش يا مستر كنت عامل ميوت. سامعني يا Ice ادم؟ can. سامعك يا مستر. يلا. Ice can turn into water by. هو الايس احوله الميه زي بالكولينج ولا فريزينج ولا راستنج اللي هو الصدأ ولا هيتينج؟ Heating يا مستر. هيتينج. برافو، يلا يا عبد الرحمن. Which of the following meter has a different volume and shape? مين في دول ديفينيت فوليوم وديفينيت شيب؟ ايس ايس. برافو عليك، ممتاز اهو. يلا مازن. ايس كان لا لا، ويتش لا بقى، ويتش اوف which ذا of فولوينج؟ the following matter takes the shape of container but هاز have ديفينيت فوليوم، بياخد different شكل volume. الاناء ولكن الفوليوم ثابت. هو مين؟ السوليد، Water رد معايا، bubble. سوليد سوليد ولا الليكويد ولا الجاز؟ مين فيهم؟ Liquid. يبقى هناخد كلمة ايه بقى؟ Milk. يا ملك. برافو عليك. في أسئلة كمان بس عشان بصوا انا بعتها لكم في الورق عشان بس ناخد الدرس الجديد ما يضيعش مننا، ايه رأيكم؟ changing state of matter، نفس الكلام بيلف ويدور حول ده. الدرس الثاني اللي بعده، بصوا بقى معايا، دي الكلمات هنسيبها مش هنقراها. قالوا بقى يلا البراء. نعم يا مستر. يلا حل السؤال ده. Matter can be changed from one state to another. False. فولز، المادة بتتحول. يلا يا محمد. When heating ice cube. زي ويل ميلت، لما سخن التلج هل هو ميلت يذوب يسيح؟ ها True. ترو. ركزوا بقى معايا، جاية هنا، بصوا بقى معايا، انا عندي حاجة اسمها سوليد ستيت. الدروس كلها سهلة وكلها أسئلة سوليد ستيت وفي ليكويد ستيت، صح؟ عشان احول من سوليد لليكويد، ها شوف السهم، بتبقى ميلتنج باي هيت اب جين تيكينج هيت. ميلتنج يعني اي حاجه فيها هيت يحولها من سوليد لليكويد واسمها ميلتنج. العكس بقى، من ليكويد لسوليد اسمها ايه؟ فريزنج. فريزنج. كولد. لوسنج، لوسنج يعني يفقد الحرارة. ريليزنج انرجي فري، اي حاجة من دول كول يحولها من ليكويد لايه؟ سوليد. لو انا عندي ووتر، اناء فيه ووتر حطيناه في التلاجة، يبقى ايه؟ هيتحول من ليكويد الى ايه؟ ها سوليد، بس بيسموه ايه بقى؟ فريزنج. اتفهمت؟ يلا اللي عليه الدور مين بقى؟ عمير. يلا يا عمير ولا عمر؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. When
when solid matter لا when solid are matter are solid matter are heated up they are changed to liquid matter. True. ها ترو برافو. True. لما السوليد نسخنه يتحول لليكويد. يلا يا مازن. The thermal energy affects the افتكر state of matter. السيرمال بيأثر على حالة المادة؟ السيرمال اللي هو الحرارة بتأثر ولا لأ؟ True. لا ترو صح. يلا يا ها أنا آدم. آدم. ها Liquid matter can be changed to solid by heating. لو غلط عندي ليكويد واعمل له هيتنج يتحول لسوليد؟ غلط. فولس. نوتس ملاحظات كده قبل ما ناخد أسئلة تانية. when melting chocolate it tastes الطعم color and the smell don't change. عندك قطعة شوكولاتة، ركزوا معايا، عملت لها ايه بقى؟ ملت، سيحتها، سخنتها، قال لك التيست والكالر والسميل، الريحة don't change، ما بتتغيرش. This is example اسمها physical change، تغير فيزيائي، اسمها physical ايه؟ change. ايه هو الفيزيكال تشينج؟ It is a change in matter without any change in its structure أو make up. أي تغير ما فيهوش تغير في التركيبة يعتبر physical. When the temperature of ice increase، لو عند ice increase above zero، خلي بالنا التلج بيتلج عند كام؟ زيرو. if درجة حرارة increase زادت عن الزيرو، it change into إيه؟ ها ليكويد. زيرو سي سنت اسمها ايه؟ اسمها الكب تنطق ايه؟ ديجري سنتجريد اسمها ايه؟ decreasing is fake. اسمها زيرو ديجري سنتجريد، درجة الصفر بيسموها ايه؟ كولد فريزنج بوينت اوف ووتر، هي نقطة ذوبان الايه؟ في تجمد المية فريزنج. والسنتجريد دي معناها ايه؟ از ميجرنج يونت اوف تمبريتشر، يعني التمبريتشر بنقيسها بالايه؟ بديجري سنتجريد، والزيرو هي درجة الفريزنج. تعالوا بقى نشوف الأسئلة. الدرس بسيط على فكرة، الدروس كلها بتعتمد على الأسئلة. ممكن مع بعض هنبدأ من البراء من جديد بقى. يلا يلا معاك يا مستر. Freezing properties the particles of a liquid reserves energy and their temperature. آه، عملية يعني الفريزنج، البارت اوف ليكويد ريليز انرجي بتطلع طاقه، اند زير تمبريتشر مالها؟ انكريز ولا ديكريز؟ ال ما يعمل فريزنج increase ايه؟ لا ازاي بقى انكريز؟ التمبريتشر decrease ديكريز، decrease لما الميه نعمل لها فريزنج تجمدها يبقى ايه؟ ديكريز. يلا يا محمد. that change in matter that do not change the ركز، structure بص بقول لك لما المطر تشينج ما فيش في الاستراكشر، ما بيتغيرش اوف ذا سبستانس. ار كولد بقى تشينج اسمها، هل هي فيزيكال ولا كيميكال؟ فيزيك. ايوه قلنا الفيزيكال، فيزيكال تشينج. يلا يا ادم. أنا مش طب ادم كلنا في اسئله كتير. ها temperature of matter does not affect the state of matter. هل الحرارة ما بتأثرش على المطر؟ غلط. فولس. لا اللي جاوب هو اللي جاوب يا جماعة، أنت يا عبد الرحمن اللي جاوبت كده. لا مش أنا مش أنا طيب قول أنا الجملة أنا دي رقم آدم 2. يلا يا عبد الرحمن 2. أنا ها جاوبت يا مستر. يلا يا أنا عبد آدم. الرحمن. It is a process. لا احنا هنا in melting process. In melting process the particles of a liquid metal change energy falls. ازاي بقى لما ميلتنج البارتكلز ليكويد مطر
جين انرجي بتاخد انرجي، هي ليكويد ولا مين اللي بياخد الليكويد؟ السوليد. يبقى دي المفروض ايه؟ فولز. ملوت فولز. طيب تمام، انا بقول لك يا عبد الرحمن. يلا يا ادم. مين ادم؟ انا ما جربت يا مست. جاوب تاني، ما في اسئله كتير. يلا زي ار. هو هنا زي بيقول لي عايز ار. لا ساينتفك تيرم. The air changes in matter which are usually ريفايزابل اند reversible and شوف doesn't اند دونت افكت affect. ستراكشر. هو ايه الحاجه اللي بتغير وما بتغيرش التركيب؟ ها لسه قايلينها اهي، كتبتها لك. فيزيكال، physical property. فيزيكال تشينج اسمها. فيزيكال ايه؟ بعديها يا مستر قول مستر اللي عايز بعديها. قول قول. is the process by which the particles of meeting gains energy and change from solid to liquid melting process. اللي هي مطر لما بتاخد طاقة وتتحول، يبقى هنا برافو عليك ميلتنج. هي الدرس كله. نشوف كده في ايه تاني أسئلة كمان. هل في أسئلة بعد كده؟ وفي أسئلة بس هناخد دول بقى بس. يعني اديني كلمات اهي. فريزنج، انكريز، ووتر تمبريتشر، ديكريز، بارتيكلز، ميلتنج. ها بصوا، عشان ده ما ياخدش وقت مننا انا ايه نحل. يلا يلا، مين هيبدأ؟ ها أنا مستر براء. قول أنا يا براء. مستر ها ميدو. A chocolate cup is exposed to sun. It is temperature well. بص استنى، لما الشوكولاته تتعرض للشمس التمبريتشر ويل ايه بالكلمه من دول؟ نختار ايه؟ ملتي. ازاي ملت الحراره؟ ملت انكريز ولا انكريز؟ انكريز. الحرارة يبقى انكريز، يبقى دي نمبر وان. يلا يا محمد. Matter can be changed from one state to another by changing its اختار كلمة من دول. temperature. Matter can be changed from one state by ايه؟ changing its ايه؟ برافو عليك، temperature. نمبر 2 temperature. ها يلا يا عبد الرحمن. When we put a bottle containing water in freezer, its temperature will decrease. برافو عليك، برافو، ممتاز. الحرارة مالها ديكريز، يبقى دي نمبر 3. ايه رأيكم في الدرس؟ سهل ولا مش سهل؟ سهل. وانا متعمد اجيب لكم اسئله كتيره على الدرس. الدرس كلامه بسيط لان هو كله مناقشات. طب يلا. أنا مازن. آدم. مازن solid سوليد. state is turned into liquid state by heating. لا السوليد يتحول لليكويد باي ايه بقى؟ الباقي كلمه ايه بقى؟ ها من السوليد by لليكويد. heating. ها heating. لا يبقى ميلتنج نمبر 4. باي ميلت. أنا براء ادم. أنا آدم أنا آدم أنا ادم آدم يلا يا ادم. ادم liquid state is turned into solid state by not process freezing. الليكويد ستيت تتحول للسوليد باي ابرا. ايه ايه الحلاوه والجمال ده كله؟ 5. انا بكتب أنا الارقام يبقى 5. أنا مين مين اللي باقي ما جاوبش؟ براء مستر قول براء يا براء. by changing the temperature of matter its not speed will change هتكون ال particles. بص باي تشينج اوف ماتر اتس ايه بقى؟ يبقى برافو عليك، يبقى دي نمبر 6. البارتكلز ويل تشينج. وهتكون الأخيرة water. وهنا يبقى كلمه ايه الاخيره؟ ايه Water. ايه رايكم، سهله ولا صعبه؟ سهلة يا سهله. مس. في اسئله كمان هناخد بعضها لانه هيخلص خلال دقيقه ونص كده، ناخدها ويبقى خلصنا كده الدرسين.
والملف اللي بعته لكم بي دي اف فيه كل الاسئله، حاولوا تحلوها. يلا نمبر 1 بسرعه. براءة مستر، براءة فري، براءة براءة هنبدا من مستر. براءه. يلا السؤال بسرعه عشان ما فيش وقت. فريزنج، freezing of liquid chocolate neat not temperature as كون very hard. يا سلام، عشان الفريزنج، عشان الشوكولاته جامده، عايز هاي ولا لو؟ لا لو تمبريتشر مش هاي. وين ايس كيوب جين انرجي تيرن انتو ووتر، اما يكتسب ايه؟ ثيرمال، ثيرمال حراره. فيزيكال تشينج اوف ماتر انكلود ايه بقى؟ ميلتنج اونلي ولا فريزنج اونلي ولا بوست ميلتنج وفريزنج ولا نايزر؟ ها ميسنج اونلي لا، ما هي ميلتنج نمبر زي سي نمبر فريزنج، سي يبقى بوث ميلتنج اند فريزنج. increasing the temperature of matter means that its particles ايه بقى؟ زيادة الحرارة معناها البارتيكلز ايه بقى؟ have low energy ولا high energy؟ لا هاي high energy. to revisable change